السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم المبدعة الأهل بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن كيفية إصلاح اللمبة الليد، وملحوظة هامة هامة جدا إن احنا عند إصلاح اللمبة الليد بتتلف بسرعة مرة تانية، فاحنا عايزين نعرف إيه السبب اللي يخلي اللمبة الليد بتتلف مرة تانية بعد الإصلاح، ولكن شرط أن يكون الإصلاح تم بطريقة صحيحة أو بطريقة علمية صحيحة، بحيث ما يكونش السبب ان احنا عملنا اصلاح بطريقه سيئه او بطريقه خطا مما يؤدي الى تلف باقي الليدات. احنا عايزين نعرف ان احنا نصلح اللمبه بطريقه علميه واسس نظريه وعلميه صحيحه، وبعد كده عايزين نعرف ايه السبب اللي يخلي اللمبه بعد الاصلاح بتتلف مره تانية. اللمبه ده هي صلحتها قبل كده انا، الهيت سينك شابك في القطعه السفليه لان انا فكيتها يعتبر من شويه. زي ما حضراتكم شايفين اللمبه 45 وات، تكون من مجموعه من الليدات، الليد 5 فولت. في الليد اللي هنا كان تالف، انا عملت له كوبري او عملت له بريج زي ما واضح امام حضراتكم، ولكن هل الطريقه اللي انا استخدمتها ان اعمل بريج طريقه صحيحه ام لا؟ اول حاجه عشان نتاكد ان الطريقه سليمه نشوف دايره الباور الخاصه باللمبه. دائرة الباور الخاصة باللمبة زي ما واضح أمام حضراتكم دائرة الليد درايفر، اللي هي تعتبر بتخرج تيار ثابت وفولت متغير على حسب عدد الليدات. الدائرة تتكون من فرستور مقاومة بريج ومكثف للتنعيم ومتحكمة أو أي سي لعمل التقطيع ويحافظ على تيار ثابت ويتغير في الفولت، وده ملف لإزالة النويز، وده المكثف الخاص بإزالة الريبل أو إزالة النويز الموجودة على الخط المتوصل باللمبات. ففي حالة وجود دايرة ليد درايفر اللي زي ما واضح أمام حضراتكم، اللي هي بتتكون أهم حاجة من المتحكمة ده هي أو الأي سي ده، ده تقدر تعمل وأنت مطمن بريج مكان أي ليد. في اشخاص كثير اشتكوا انها عند عمل بريك، وبالرغم من ان الدايره بتتكون من ليد درايفر بيحصل بعد فتره زمنيه قصيره ان بيحصل تلف في احدى الليدات مره تانية. فاحنا النهارده عايزين نعرف ايه السبب وراء ذلك. طبعا احنا اتكلمنا في فيديوهات سابقه، ارجو انك تتابعوا الفيديوهات ده هي عن كل لمبه ليد ايه الطريقه الصحيحه لاصلاحها. اتكلمنا عن اللمبات اللي بتشتغل بالليد درايفر، واتكلمنا عن اللمبات اللي بيها مكثف سيراميكي. دلوقتي احنا عايزين نعرف ايه سبب تلف الليد من الاساس. تلف الليد بينتج عن الاسباب الاتية: ارتفاع الفولت عليه، او ارتفاع الامبير، او سخونة شديدة في الليد، او وجود ريبل في او ضوضاء في خط الفولت الخاص به. طبعا السبب الاول حكايه ارتفاع الفولت، في دايره الليد درايفر ما فيهاش اي ارتفاع للفولت لانها بتخرج الفولت المناسب للليدات. ارتفاع الامبير، طبعا الليد درايفر بتخرج امبير مناسب جدا للليدات. رقم 3 السخونه، زي ما واضح امام حضراتكم في هيت سينك كبير جدا بيعمل على تشتيت الحراره، يبقى مش هتكون سخونه. هنروح نشوف السبب الرابع، وجود ريبل في خط الفولت الخاص بيهم. زي ما قلت لحضراتكم المكثف ده في فيديوهات سابقة ان احنا نلاقي الاضاءة متقطعة بسرعة شديدة جدا، هيكون سببه المكثف 400 فولت، وتم اصلاح لمبات قبل كده في فيديوهات سابقة، هسيب رابط الفيديو على الشاشة. 400 فولت 22 مايكرو، هنضطر ان احنا نغير المكثف ده. لكن في حالة تلف الليدات هنحاول نشوف المكثف اللي هو يعتبر 2.2 مايكرو فراد. هنحاول نخرج المكثف، هذا المكثف زي ما واضح امام حضراتكم المكثف قيمته 2.2 مايكرو فاراد 400 فولت. هنجيب جهاز الافوميتر هنظبطه على وضع قياس المكثفات، هنظبطه على وضع 20 مايكرو فاراد. هنشوف قيمة المكثف ده،
المكثف زي ما حضراتكم شايفين يعتبر قيمته 1/10. يعتبر لو جبنا 20 نانو يعتبر 15 نانو فراد، يعتبر المكثف تالف تماما. هنجيب مكثف آخر بنفس القيمة، 2.2 ميكرو فراد. هنفحص المكثف برضو عشان نتأكد، نرجع على 20 ميكرو فراد، هنوصل المكثف 2 ميكرو فراد و5%. يبقى المكثف ده شغال معانا، والمكثف اللي كان راكب في الدايرة يعتبر تلف نهائيا. هنجيب المكثف ده، ركب المكثف، اهم حاجة ناخد بالنا من القطبية، السالب مكان السالب والموجب مكان الموجب. هنجرب استخدام السريع، زي ما حضراتكم شايفين اللمبات اضاءت. هنقفل اللمبة وارجع لحضراتكم. بعد ما انتهينا من التقفيل برضه هنجربها، هنجرب اللمبة بعد التقفيل. كده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية إصلاح اللمبة الليد على أسس علمية صحيحة، وأيضا معرفة سبب احتراق لمبات الليد وإصلاح السبب بحيث اللمبات أو الليدات الخاصة باللمبة ما تحترقش مرة تانية. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة. شكرا متابعين قناتكم ومتابعينا، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.